ماليكو أسأل عن وين، هل سوف يتم طرد ملاقي من الشراكة؟ حطوا له لايك ونتابعوا الفيديو. ثواني 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 عبود، تعال نشوف فيديو ماليكوس اللي يتم سوف يتم طرد ملاقي من الشراكة. تو تو نزل عنده نصف ساعة. يلا اخوي خليني نستنى. افتح شير، افتح شير. راح افتح لك. يلا لا افتح الشير، افتح سكرين. يلا يا اخوي. انت بتشوف؟ يلا لا في اغاني. يلا اخوي شير الاغاني. اوكي ماليكو اسال عن وين، هل سوف يتم طرد ملاقي من الشراكه؟ حطوا له لايك ونتابعوا الفيديو. عليكم يا الاساطير، وعدنا لكم في مقطع اسطوري، مقطع جديد مع المطور الرسمي لشركه جارينا فري فاير ماليكوس. حبيت اقول لكم خلاص راني صرت مطور رسمي، وهذا اول فيديو ليا كمطور رسمي الاساطير، وفيديو جدي. قلت لكم قبل بدايه المقطع اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وضغطوا لايك على هذا المقطع اذا تحبوا تشوفوا محتوايا راح يكون افضل في الايام القادمه. المهم عنا الاسطوره بلاقي، اليوم مش نتكلموا على بلاقي صاحب الشعبيه الكبيره اللي مش يدخل للشراكه، او بصراحه تخلي الشراكه، ومش نتكلموا هل فما امكانيه انه ما يدخلش، لانه فما اشياء الاساطير باش تشوفوها في هذا المقطع نقدر نخلي ملاقي ما يدخلش للشراكه بما اني صرت مطور رسمي في شركه جارينا. واذا تحبوا نتكلموا على علي عمر هل حقا سوف يعود للشراكه او لا في الفيديو القادم، اذا وصل هذا المقطع 10000 لايك روح ننزل لكم مقطع على علي عمر وناكد لكم ونعطيكم الاخبار الجيده جدا على علي عمر. وصلوا المقطع 10000 لايك يا الاساطير، انشروا بارتاجيو اعملوا الدنيا الكل. خلونا نبدا يا الاساطير، دقيقه نمسك الميكروفون بيدي اليمنى يا الاساطير عشان تكون اسهل. المهم هذا ميكروفون جديد، يعني بلوتوث جديد، يعني الميكروفون كذاب لانه قاعد بعده بقربه على الفاضي. صوت التليفون مبين. صوت التليفون مستحيل تلاقي يوتيوبر عنده هذا ميكروفون، ولا ابحثوا في اليوتيوب هذا ميكروفون اول مره يتصنع يا الاساطير خصيصا بشركه جارينا، يعني ما تلقاو حتى يوتيوبر عنده الميكروفون. ها وكتبتوا في الاساطير، يعني ركزوا فيه، نتحداكم تجيبوا حتى يوتيوبر عنده الميكروفون اول مره يتصنع يا الاساطير خصيصا بشركه جارينا، يعني ما تلقاو حتى يوتيوبر عنده الميكروفون. ها وكتبتوا في الاساطير. كانون ميكرو، كانون ترى مايكرو كانون ميكرو كانون خصيصا لماليكوس. راح نشوف المايكروات تاع كانون، حط على الصور. ايوه لا مش موجودة دي، خصيصا صنعوها الماليكوس يا اخوي. فهميش يا اخوي اسمه كانون زعما. استنى شوي لا فرجيني السلام. لا ما هذا ما فهمش منه بالرسمي. هذا بس هذا مع كاميرا، هذا مع كاميرا، هاي في كاميرا بالنص. كانون كانون هذا بيجي مع الكاميرا ريتر كيترا. لا فهمش ماليكوس دي، هو بالرسمي الميكروفون. هو هو هذا هذا هو. ايوه تركه لا دي اخويا موجود ملكوس الملكوس حبة واحدة. هو ذي استند تاع الكاميرا اللي في يده هكا ولا وحط عليها الميكرو هذا، بس لازم ينشبك على طول بالكاميرا. ركزوا فيه نتحدى. لا كاسح ملكوس ليكم تجيبوا لي شخص عنده هذا الميكروفون ثابته. اوكي اوكي اذا يعني ما عادش نكذب خلاص نتحداكم تجيبوا، ولكن هو الميكرو مش قاعد يمشي هذا. من التليفون مسجل اليوتيوبر عنده هذا الميكروفون. المهم يا الاساطير حبيت اقول لكم املاقي باش يدخل الشراكه، ونزلت لكم تتفكروا اذا تعرف شو عمل لي ده. شد ستاند اللي ركبوا فيه الكاميرا الاولاد هذاك السيبول، ركب فيه الكاميرا، ركب فيه ميكرو، فهمت باش يكون كويس. ما فهمتش منها عمرها ما صارت، تقعد ركب فيه الكاميرا ركب فيه الميكرو. الوحيد متحيل يا صاحبي. على قناتي قلت لكم ملاقي راح ندخلوا للشراكه بالكذب، قبل راني ما كنتش مطور كنت نكذب يعني على الاساطير هكاك ديما يجي في مخي نقولوا، ولكن يعني ملاقي مش نقول لكم الحقيقه يعني كامله يا الاساطير، خلاص دخلوا للشراكه قبل ما نصير انا مطور اصلا. ملاقي تخلي الشراكه قبل ما نصير انا مطور حقيقي عندي، يعني حقيقي خلاص حقيقي حقيقي صرت عندي يومين.
يعني ملاقي تخلى الشراكة تقريبا عنده 7 أيام. شكون دخلوا للشراكة؟ المطور صالح. ولكن أنا بما أني الآن صرت مطور حقيقي قادر ندخل عباد للشراكة، نطرد عباد، وقادر كمان نطرد ملاقي مش من الشراكة وتتعاملوا لي عملة، يعني شركة جارينا. شكون باش يسمع؟ نطردوا من الشراكة من هوني لهوني، نبلوكي القنوات، حتى حد ما يناش يتكلم، واللي يتكلم يحل فمه ويسكر له قناته. المهم يا الأساطير، ولكن لا يا صديقي، الأمور راح تكون عادلة تماما، مستحيل نتصرف بهذه الطريقة يعني. وبالنسبة لليوتيوبرات اللي يتكلم عليه وسبوني لاني مش اخي عنده حس، هو عنده حس متاع تحريك كراسي اللي في وسط الفيديو تسمعوا فيه ايش الشراكة لشيء، لاني رسميا فهمت شنية الموضوع، وفهمت يعني انه ما لازمنيش نسب اليوتيوبرات يا الاساطير، خلي يسبهم انا ما نسبهمش، يعني بيبقى اني مطور يعني الناس الكل اكيد راح تتكلم علي. المهم حبيت اقول لكم ملاقي رسميا في الشراكة، الناس الكل تحبوا تمشوا تتابعوا قناة بلاقي، هاي دي قناة بلاقي اسمه بلاقي، عنده 400 ألف مشترك على قناته، وصلوا 500 ألف يا الأساطير. المهم حبيت نقول لكم، نزلت لكم فيديو توضيحي رسميا بلاقي راهو في الشراكة، خلونا نتفرج مع بعض شوية في بلاقي الأسطورة. هذا هو بلاقي كما ترون يا الأساطير. السلام عليكم الأساطير المستمعين البشين الجميلين، ربي يحفظكم ربي يسعدكم ربي يبارك فيكم، شكرا لكم ونحبكم في الله على الصوت العيب الحمد لله. هذا هو بلاقي الأساطيرة، هو أكيد كلكم تعرفوه، المهم تابعوه على قناته، راهو باش يصير في الأيام القادمة ينزل محتوى عالمي وكبير جدا. حبيت نشكر بمناسبة في هذا الفيديو، شكرا لصحراوي على الرد الجميل اللي عمله في قناته على اليوتيوب، شكرا للأسطورة صحراوي، تابعوا كمان صحراوي أسطورة العالم. وكمان يا الأساطير تجوا تتفرجوا في هذا المقطع الأسطوري اللي نزلته قبل بثلاثة أشهر على قناتي بتاع اليوتيوب، وصل هذا المقطع 190 ألف فيو يا الأساطير. كان مقطع مضحك جدا بأتم معنى الكلمة، حيث أنه كنا نفرق فيهم على ملايك بصراحة يا شباب. وانا ندور في التيك توك عرضني شخص يدعى ملاقي يا الأساطير، ثبت هذا هو ملاقي. الأساطير ملاقي قبل ملاقي ملاقي كان عنده 210 ألف مشترك. كما تشاهدون يا الأساطير نزل 192 فيديو، حاليا تقريبا نزل 300 فيديو ولا. المهم شخص خدم على روحه وصلت. حبيت أقول لكم كل صانعين المحتوى اللي تتفرجوا فيه، ما زلتوا ما دخلتوش للشراكه، راهو مع المطور بليكوس، غدوه ولا بعد غدوه ولا بعد 3 أيام راح ننزل لكم مقطع، راح نشرح لكم فيه الشراكه دقه دقه يا الاساطير. والناس الكل راهي باش تدخل الشراكه، اي صانع محتوى فري فاير راهو باش يدخل الشراكه. وننصحكم كلكم حملوا لعبه فري فاير، والعباد اللي تلعب في اللعبه اللي اسمها يبدا بالبي ولا المهم زوز بالبي، المهم فسخوهم راهم يهلكوا الهواتف. فري فاير احسن لعبه يا صديقي، هذه انا المطور الرسمي نتكلم قاعد يا اساطير، ومانيش نفدلك راه مش هيك ولا هوت، ولكن فري فاير احسن. اوكي الاساطير حملوا كلكم فري فاير وتعالوا الى فري فاير سيرفر مينا، مش احسن سيرفر في العالم، ولكن دراش عم يقول احسن السيرفرات في مينا، يعني في الشرق الاوسط. ما راح سيرفر مينا احسن سيرفر في مينا صحيح في فيش سيرفر مينا احسن سيرفر في الشرق الاوسط. تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك على هذا المقطع، واهم حاجه تابعوني على الانستغرام اسمي ماليكوس تي في عشان تربحوا الاكواد. اليوم راح نحط لكم اكواد في ستوري، مرحبا بكم الناس الكل. لو عيد ايش قولك انت يا اخوي؟ انا فهمت كل شيء، انا تو صاحبي 5 دقائق 14 دقيقه الفيديو ما فهمتوش على شنو يحكي. فوت على قناة ماليكوس، خليني أحلل لك إياها بشكل سريع. أعطيني أخويا. هسا بنلاحظ إنه الستوريات أول شيء إنه هو سافر للجزائر شاف بدرو. أوكي. وأتوقع إنه دخل هو على الشركة عن طريق بدرو. أوكي. فعشان بدرو عنده علاقات في مع الشركة يعني عادي بيقدر يفوت ويطلع، فهو دخل قال خليني أصور فيديو المرة. بالفيديو اللي أخيرا أصبحت مطور بيسلم على صالح، صالح بيقول له شو جابك هون بس قصة. ها؟ هاي الأخير أنا سمعت مطور حقيقة سلم على صالح، صالح مستغرب شو تعمل هوني ها لا مستغرب شو اللي جابه هون ولا مليكوس أخويا ولا مجنون، ولكن أخويا مبط 100 فيديو 280 جيد يعني محتوى جميل. هاي هو داخله أبصر مني، شفت معه باج أبصر مني سرقة محتوى فاني